صلاح عاشبي عبد الطيب فاتي يوسف المزرعي حمزه خطيبي سعد كنيه محمد جواد اشرف سعود حسين كلا محمد المليح سفيان بوريط ادريس الرئيس عثمان بومزق وفضل لحظات انطلقات وضربه البدايه عند فتح سطات كتشي عند سعود سعود الرئيس استقطبو كما قلت اشرف سعود كيتوغل داخل مربع العمليات وكيقذف قذفه قويه كترتطم من مرمى الحارس كرام اللي كينوب عليه القائمه الافقي والحسن حدو كتشير الشر عبد الله جلاني عبد الله كيحضر عند حمزه اي 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 فتح السطات كترد بالميزان وبالاقوى فتح السطات بعد مرتده وركنيه لعبها الجدلاني لاتجاه ضابط ايقاع الفريق السطاتي حمزه اللي بقذفه قويه لم تترك اي حد عند الرئيس الرئيس كيحضر اندوج من اندوج من لاعبي شباب محمديه بومزو كيختتموا عند سفيان سفيان اش غيعمل عند ايدي خطيره الصيله الشباك فارغه كترتعقب بين الكره وكتمر ثلاث لاعبين بينما فاتيف مرتد جول 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 شباب محمديه كتفتح التسجيل بعد مرتد هجومي خطير قادو فاتي سالم راهو طريقه جميله وقذف قذفه قويه لم تترك اي حد الحارس كرام اللي كتستقر الشباك ديالو وكتعطي واحد الصفر بعد مرور حوالي 10 ديال الدقائق صافي يا محمد عند حمزه غيقذف حمزه جول 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 حمزه ضابط ايقاع ونجم فريق فتح السطات قذفه قويه ما تيتركش حد الحارس طاسين وكيعدل الكفل تصبح واحد لواحد شوط جميل مثير مجنون هيتشكوكي سميو كما شئتم اعزائي اهلا للدار الكرام اي 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 اربع عمليات بوريط اي سعود بوريط جول 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 خطا خطا فادح اللاعب عبد الاله الجدلاني اللي استغلوا اشرف سعود بقذفه قويه ما كيتركش حد الكرام وكيوضع الكره داخل الشباك كيغير النتيجه وتصبح 2-1 الشباب المحمديه على بعد دقيقتين من نهايه الشوط الاول يا 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 حذاري 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 جول 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 المحمديه شباب المحمديه كتجيب الهدف الثالث بعد مرتده قادها المزرعي بتمريره دقيقه مليمتريه عند الداهيه اشرف سعود اللي راوغ بكل ذكاء وبكل فطنه الحارس كرام وتلاعب به ومرر كره فوق طبق من ذهب للاعب الرئيس اللي موجود في عكس عند لاعبي فريق جول 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 شباب محمديه كتضيف الهدف الرابع عن طريق اللاعب سعد كنيه اللي بعد تلقي تمريره من لاعب بوريط بقذفه قويه كتستقر في الزاويه 90 من مرمى الحارس محمد كرم وكتغير جميله جميله خطيره قذفه قويه لمحمد كرم ارتماع انتحاريه لطاسين كيلمس الكره وكتستقر في الزاويه 90 من العريضه وكتخرج كيلعبها لسفيان عند كرم وطاكل كرم يدير كرم جول 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 بعد عناء بعد جهد بعد متابره اللاعب محمد كرام بطاكن بمجهود انفرادي وفرد شنو يعمل كرام القاعد القاعد كينوب على عطاسي في هذه اللحظات وضغط كل الصاتيين اي 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 ثلاث مرات كيتوغل من وسط الميدان حذاري حذاري اي 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 جول 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 خامس شباب محمديه كتضيف لها الهدف الخامس عن طريق اللاعب فاتي اللي استغل خطا للاعب رضا حافظ اللي فقد التوازن استغلوا فاتي قوجها لوجه مع الشباك فارغه موجود جعانا في وضع الكره داخل شباك مرمى الحارس محمد كرام وكيغيرها وتصبح خمسه لجوج شوط جميل هي حمزه حمزه النجم الفارق الى محمد كرام وحمزه كيتبادلوا الكرات بطريقه سلسه وقذفت محمد كرام العمود الافقي والكلمه الاخيره دائما لحارس الشباب المحمديه طاسين اللي مقدم الشوط الثاني جميل حمزه طاسين برافو 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 حارس الشباب المحمديه شابو الحارس طاسين اللي تدخلات انتحاريه وبالجمله وموفقه في الزمان والمكان المناسب اي 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 خطيره بتخوف
هذه تخوف. اوي 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 اداري فريق عبد الاله الجدلاوي كينفارد بالحارس طاسين. والكلمه الاخيره المزرع هداري هذه تخوف. فاتي عبد اشرف هداري 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 قناص مرعب حراس مع انتخاب الشباك كيطلعش من الاهداف لاعب اشرف سعود. كينفارد بالحارس بعد تلقي تمريره سحريه من فاتي وكينفارد بالحارس كرام وما كيوجدش عناء في وضع الكره داخل الشباك وكيغير النتيجه وتصبح سبعة الجوج في لقاء جميل. هيتشكوكي مثير الفتح سعلي اشرف كيمرر بطريقه جميله حارس وهداف في نفس الوقت مرعب الحراس وحارس برافو حارس فريق فتح سطات كرام اللي وقع على ثنائيه بعد قطفه قويه لم تترك اي حد الحارس طاسين وكتستقر في مرماه وتغير النتيجه وتصبح 6-3 محمد كرام بو حداري اوي 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 جول 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 عطي فاتي كيستغل خطا الرضا حفيظ وفاتي كينطلق من الجهه اليسرى كيراوغ سفيان وما كيوجدش عناء في وضع الكره داخل شباك محمد كرام وكيغير النتيجه اوي 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 وفي هذه اللحظات الحكم كيعلن على نهايه المقابله بتفوق فريق شباب محمديه ب7-3 على فريق فتح سطات في لقاء مثير مجنون هيتشكوكي. شكرا لفتح سطات شكرا لشباب محمديه على اللقاء الجميل. اذا ما بقى لي سيداتي سادتي سوى ان اودعكم في امان لقاء بكم في فرصه قادمه بحول الله وشكرا لكم.